السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة التطوع في فيتنام، كانت تقديمه لبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة، وهي منحة مميزة جدا بمرتب شهري عالي جدا. طيب بسم الله كده، هي منحة يو اس تي في كوريا الجنوبية، تمام؟ ده اسم المنحة، والدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي كوريا، تمام؟ الجهة المانحة زي ما كنا وضحنا هي يو اس تي، وهي ترمز لجامعة العلوم والتكنولوجيا، دي جامعة موجودة في كوريا، طبعا جامعة من أقوى الجامعات حول العالم. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم الفرصة دي، سواء شخص من دولة أفريقية، من دولة عربية، أوروبية، آسيوية، يقدر يقدم عادي الفرصة دي من غير وجود أي مشكلة. المرحلة الدراسية اللي بتوفرها المنحة دي بتوفر الدراسة لمرحلة الماجستير والدكتوراه، يعني للأشخاص اللي عايزين يقدموا لدراسة الماجستير أو الدكتوراه يقدروا يقدموا في الفرصة دي. أما بالنسبة لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو المرحلة الجامعية الأولى، من لا تستطيع التقديم في هذه المنحة، تمام؟ تعال بقى نتكلم عن التمويل، والصراحة التمويل بتاعها حاجة خرافية جدا وبتشمل حاجات كتيرة جدا. أول حاجة الرسوم الدراسية بالمجان، كل الرسوم الدراسية هتكون بالمجان، مش تدفع أي مصاريف دراسية. هتاخد كمان مرتب شهري بالنسبة للأشخاص بتوع الماجستير اللي هيدرسوا ماستر، هياخدوا 1200 دولار شهريا، كل شهر حضرتك هيكون ليك مرتب من الجامعة هتاخده، مرتب ده عشان يكفي احتياجاتك الشخصية، بالإضافة كمان أنت ممكن تدخر مبلغ مالي من المرتب ده لأنه مرتب كبير جدا. بالنسبة لمرحلة الدكتوراه 1600 دولار للدكتوراه، تمام، مبلغ كويس جدا. هتتكفل كمان المنحة بالتأمين الطبي، لا قدر الله في حالة حدوث مرض أو حادث ليك في كوريا هيتم تأمين العلاج بتاعك أو التكاليف كلها على حساب الجامعة. كمان هيكون في برامج التدريب والتبادل في الخارج، يعني المنحة ممكن تبعتك بعثات للخارج في دول أخرى، مثلا تحضر مؤتمر، تحضر تدريب، هيكون كل ده من تمويل على حساب المنحة والجامعة. كمان هيكون في كورس لتعليمك اللغة الكورية، بالإضافة بجانب الدراسة هتاخد كورس كده كحاجة إضافية تتعلم اللغة الكورية. كمان المشاركة في أنشطة الجامعة، تقدر تشارك في جميع نشاطات الجامعة، ثقافية، رياضية، كل الأنشطة تقدر تشارك فيها. وكمان لو في تكاليف خاصة بالأبحاث هيقدروا يساعدوك في تكاليف الأبحاث، سواء مثلا بابليكيشنز أو أي شيء هيتم مساعدتك فيها، تمام، عشان تجهز للبحث بتاعك أو مشروع التخرج بتاعك قبل ما تنتهي الدراسة. طيب كده اتكلمنا عن التمويل، تعال نتكلم دلوقتي بقى عن التخصصات المتاحة في المنحة دي. في تخصصات كتيرة جدا زي العلوم والهندسه وغيره، وانا حاطط لكم هنا قائمه التخصصات، هتيجي وتضغطوا على كلمه هنا دي هيظهر لكم كل التخصصات. تعالى كده نبص عليها سريعا، كل التخصصات المتاحه في المنحه والجامعه هتلاقوها موجوده هنا، تقدر تطلع على كل التخصصات وتشوف التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تقدم فيه، تمام. بايو ساينس، ميديكال فيزيكس، تقدر تشوف التخصصات كلها الموجوده هنا وتختار اللي يناسبك منها، تمام. ده الموقع الرسمي للتخصصات. طيب كده اتكلمنا عن التخصصات، تعالى بقى نتكلم دلوقتي عن الاوراق المطلوبه في المنحه دي. اول حاجه مطلوب من حضرتك صوره شخصيه بخلفيه بيضاء، طبعا حاجه بسيطه جدا. تاني حاجه شهاده التخرج لاخر مؤهل دراسه حصلت عليه، يعني لو انت مقدم لمرحله الماجستير يبقى انت حضرتك لازم تقدم شهاده البكالوريوس التخرج من الجامعه، لو انت مقدم لمرحله الدكتوراه يبقى لازم تقدم شهاده البكالوريوس وشهاده الماجستير، وكمان تقدم كشف الدرجات اللي هو كشف تفصيلي لكل المواد اللي انت درستها لاخر مرحله دراسيه، تمام. كمان مطلوب منك رسالة توصية واحدة على الأقل، تقدر تضيف عدد من رسائل التوصية ولكن مطلوب واحدة بس على الأقل. كمان مطلوب حاجة بقى، شهادة لغة إنجليزية، تقدر تقدم شهادة لغة إنجليزية ايلتس أو تويفل، تمام.
وممكن يتم الإعفاء من تقديم هذه الشهادة، أو ممكن تقدمها لاحقا بعد لما تعمل عملية التقديم في المنحة، ممكن تقدم الشهادة دي فيما بعد. ولكن في بعض الحالات دي أنا مش هذكرها هنا دلوقتي، ولكن لما أجي أتكلم عن كيفية التقديم للمنحة في أبليكيشن التقديم هذكر الجزئية دي وهتكلم عنها أكتر بوضوح. تمام، يبقى هنعمل سكيب للجزئية دي لحد لما نتكلم عن كيفية التقديم في المنحة. طيب، كيفية التقديم بقى، هو التقديم هيكون بشكل أونلاين في أبليكيشن، هيكون أونلاين هيتم ملئه. آخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي 18 مارس 2020. تمام، أنا هنا حاطط لكم لينكين، ده الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل كلها والأدميشنز بتاعت المنحة التقديم، وهنا قدم الآن اللي هو فيه الأبليكيشن بالكامل. تمام، تعال نبص على الإعلان الرسمي كده سريعا ونشوف إيه اللي فيه. هتلاقي كل التفاصيل، معظم التفاصيل اللي تم شرحها هنا، من حيث آخر ميعاد لانتهاء الأبليكيشن، وبالنسبة إمتى يبدأ، وكل التفاصيل هتلاقوه هنا، كل الشرح هتلاقوه هنا، وإيه المطلوب بالظبط، وإيه الفورمات، وكيفية التقديم، كل شيء هنا. تمام، نرجع بقى تاني هنا للموقع بتاعنا، ودلوقتي خلينا نتعرف على كيفية التقديم في المنحة. هتيجي حضرتك عند كلمة قدم الآن دي وتضغط عليها عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم للمنحة. تمام، هيفتح معاك الأبليكيشن بالشكل ده. طبعا اول حاجه الابلكيشن هيظهر لك باللغه التركيه زي ما انت شايف، تروح حضرتك فوق عند انجلش دي وتضغط عليه عشان تحول الابلكيشن للغه الانجليزيه وتقدر تتعامل معاه بكل سهوله. طيب، مطلوب من حضرتك الايميل والباسورد. طب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد تعمل ايه؟ تروح عند كرييت يوزر دي وتضغط عليها، تمام، عشان تعمل اكونت جديد على موقع المنحه، وتيجي عند الخانه الاولانيه دي وتضغط على انترناشونال ادميشن ابلكيشن، تضغط عليها على السكشن الثاني وتضغط على اول واحده انترناشونال ادميشن فورينرز وتضغط عليها، وبعدين تعمل اوك. بعدين هينقلك للمرحله اللي بعدها اللي هي تكمله الكرييت يوزر. تيجي هنا حضرتك عند الجزء ده وتعمل انك موافق على كل شروط المنحه هنا، تمام، وبعدين تضغط على كلمه اوكي. برضو هينقلك بعد كده للسكشن اللي بعده اللي هو بتكتب فيه بقى بياناتك، تحط بقى حضرتك هنا تختار الجنسيه بتاعتك، تكتب اسمك، تمام، تاريخ ميلادك، تحط الايميل بتاعك، ولازم تكتبه بطريقه صحيحه عشان ده اللي هيوصلك عليه كود تفعيل، وتكتب الباسورد وتاكد الباسورد مره اخرى، وبعد كده تضغط على كلمه اوكي. تمام، عشان اول ما بتضغط على كلمه اوكي بتوصلك رساله على الايميل الخاص بيك، الرساله دي بيكون فيها كود للتفعيل، تضغط عليه، وبعد كده حضرتك بتاخد الايميل والباسورد اللي انت كتبتهم هنا، وبتروح ترجع تاني للوجن، تمام، اللي كانت عملناها في الاول اللي هي لوجن اللي ظهرت لنا في الاول، وتحط البيانات بتاعتك هنا. تمام، هتيجي هنا حضرتك وتحط الايميل، الايميل بتاعك يتم وضعه هنا، وبعد كده تضغط على كلمه اوكي هنا عشان تخش للابلكيشن الخاص بيك. تمام، طيب دلوقتي احنا دخلنا للابلكيشن. انا عشان اوريدي عملت ابلكيشن سابق عشان اقدر اشرح لكم عليه دلوقتي، فبالتالي انا بيظهر لي ان انا عندي ابلكيشن، ولكن انت لما تيجي تدخل لاول مره وانت ما عندكش ابلكيشن هيظهر لك صفحه بدايه كده اللي هي المفروض هتظهر بالشكل ده. اول ما حضرتك هتفتح الابليكيشن هيظهر لك بقى الصفحه بالشكل ده، مش زي ما ظهرت لي انا في الاول. تمام، طيب اول حاجه في زي سيرفي كده، زي استبيان، لازم حضرتك تجاوب على الاستبيان ده وعلى كل الاسئله الموجوده فيه. تمام، الاستبيان ده بسيط جدا، بيسالك يعني بيقول لك انت سمعت عن المنحه دي ازاي، يعني الادميشن بتاعها ناوي تقد، يعني كان في حد سابق قدم للمنحه دي، انت تعرفه، بتختار بقى وتجاوب على الاستبيانات دي من هنا، وبعد كده بتضغط على كلمه سيف. دي حاجه بسيطه جدا، تمام، ومطلوب منك تجاوب بس، يعني مثلا ده السؤال نمبر 1، تمام، وفي سب تايتلز، في بقى اللي هو ايه 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، فمثلا بتجاوب على اول واحد فقط، تختار مثلا من الاول فقط وهكذا. تمام، والسؤال الثاني مثلا تختار من رقم 1 وخلاص، وبعد كده بتضغط على كلمه سيف. فالاستبيان ده بسيط، يعني مش هيأثر على الابلكيشن بتاعك في اي شيء. نيجي بقى للجد من هنا، تبدا بقى الجزئيه بقى الابلكيشن الصحيح بقى يبدا معانا من ستيب 1 اللي هو ابلكنت انفورميشن اللي هي معلومات المتقدم. تبدا بقى هنا الجزئيه الخاصه بمعلوماتك اللي انت المفروض تبدا تحطها، كل المعلومات الخاصه بيك تبدا تحطها في السكشن ده. تمام، اول حاجه عندنا هنا بتختار المرحله الدراسيه اللي انت عايز تبدا تقدم ليها او تدرس ليها. مثلا انت هتقدم ليه الماستر، تضغط على الماستر، دكتوراه تضغط عليه. انتجريتيف دي معناها زي ايه؟ زي اللي انت عايز تدرس ماستر وبعديه تكمل دكتوراه مباشره، تمام؟ فممكن تضغط على كلمه انتجريتيف لو انت حابب ان تكمل مع نفس الجامعه لمرحله الدكتوراه. فبالتالي مثلا انا عايز اختار الماستر اضغط عليها من هنا، وعايز مثلا اختار التخصص بتاعي يبقى اجي سيرش كامبوس من هنا، تمام؟ وهيظهر لي من هنا
التخصصات اللي انا اقدر اختار منها، تضغط بقى على كلمة السكول والتخصصات من هنا وتختار الميجور الرئيسي بتاعها وهكذا. تمام، تيجي بقى هنا حضرتك اخترنا خلاص التخصص والمرحلة، تيجي تحط بياناتك بقى، تكمل بياناتك من حيث الدولة، من حيث الجندر بتاعك، من حيث العنوان، الإقامة بتاعك الحالي، رقم الهاتف بتاعك. تيجي بقى عند اليونيفرسيتي انفورميشن اللي هو الباشلر، معلومات معلومات الدراسة بتاعتك السابقة بالنسبة لمرحلة البكالوريوس. فحضرتك بتيجي مثلا انت خلصت البكالوريوس وبتكتب الجامعة، بتيجي هنا بتختار جامعتك اللي انت درست فيها في بلدك. تمام، مثلا انت درست، انا مثلا جزائري ودرست في الجزائر، يبقى اجي اختار الجزائر من هنا. تمام، الجيريا، واجي هنا اعمل سيرش. تمام، هيظهر لي هنا الجامعات الموجوده في الجزائر، وبيقول لك لو حضرتك جامعتك مش موجوده من ضمن الجامعات دي، بتيجي هنا وبتكتب اسم الجامعه. تمام، وبتكتب الدوله وبتعمل اوكي في حاله اذا جامعتك ما ظهرتش من ضمن الجامعات اللي موجوده. خلاص كده عرفنا ازاي بيه نحط اسم الجامعه. وهنا بقى حضرتك بتحط بدات من امتى لحد امتى، الميجور بتاعك كان ايه، وتحط الجي بي اي بتاعك، كل التفاصيل بتحطها. ولو حضرتك مقدم على الدكتوراه، تمام، بتكمل بقى معلومات الماستر اللي انت خلصتها. طيب خلصنا الجزء ده، نيجي بقى عند الجزء الخاص باللغه الانجليزيه. وكنا وضحنا سابقا اللي انا قلت، اللي انا هتكلم عن الجزء ده هنا. بالنسبه لجزء اللغه الانجليزيه، هو مطلوب منك تحط درجة في اللغة الإنجليزية، أو يكون معاك امتحان في اللغة الإنجليزية، زي ما مطلوب منك الأيلتس بدرجة 6، مطلوب منك تويك مثلا أو تويفل، تشوف الامتحان بقى اللي معاك مثلا أو الامتحان اللي أنت ناوي تعمله، وبتحط الدرجة بتاعته وبتقول إمتى ناوي تعمله. تمام، فعندي هنا كذا سيكشن ممكن أحطه بالنسبة للمرحلة دي. بيقول لي في إعفاء بشكل نهائي من تقديم الامتحان ده. الإعفاء ده بيكون في حالة إذا الشخص درس في دولة من الدول دي، درس البكالوريوس بتاعه مثلا في امريكا، في كندا، في بريطانيا، استراليا، نيوزيلندا، ايرلندا، درسها في دولة من الدول دي، يقدر يتم اعفائه. او ان هو اخد البكالوريوس بتاعه في الجامعة نفسها، يعني انت درست في الجامعة دي اللي هي الجامعة اللي احنا بنقدم لها اليو اس تي، درست انت فيها سابقا، فبالتالي انت معفي من تقديم امتحان اللغة الانجليزية. تمام، او لو انت يعني دولتك من الدول دي، لو انت من الدول دي اللي هي كمبوديا، زيمبابوي، الدول اللي هي بتتكلم اللغه الانجليزيه بس مش نيتف، برضو انت معفي. تمام، او ممكن بقى زي ما كنا وضحنا، او انك درست مرحله البكالوريوس بتاعتك في الجامعه نفسها، بتضغط على الجزء ده. تمام، او تعمل بقى الجزء اللي ممكن يعني المعظم يختاره، يعمل سبميت ليتر. ولما حضرتك تعمل سبميت ليتر، بيقول لك هنا انك ممكن، ركز بقى معايا في الجزء ده، انك ممكن تعمل سبميت للامتحان. يعني انت دلوقتي مش معاك الامتحان وناوي تاخده لسه في الايام القادمه مثلا، او في الشهر القادم مثلا، فبالتالي معاك لحد يوم 9 ابريل 2020 انك تقدم درجه الامتحان، او تعمل اللي هو ايه، سكان، وتحط لهم السكور بتاعت الامتحان. تمام كده، لان اخر ميعاد للمنحه هو 18 مارس، ولكن معاك لحد 9 ابريل لحد لما تكون حصلت على البتاع السكور بتاعك. تمام، طيب خلصنا الجزئيه دي، نيجي على الجزئيه اللي بعدها اللي هو الليتر اوف ريكومنديشن. وهنا خطابات التوصيه مطلوبه بشكل اونلاين، يعني حضرتك مطلوب منك على الاقل واحد. زي ما كنا وضحنا سابقا، التوصيه اونلاين سهله جدا، بتضيف اسم الشخص، بتضيف البوزيشن بتاعه سواء استاذ جامعه عندك او صاحب عمل، بتضيف بياناته، والمنحه بتبعت له ريكوست على طول على الايميل بتاعه فيها بعض الاسئله، هو بيبدا يجاوب عليها. طيب، وهنا مطلوب منك انك تحمل صوره شخصيه ليك، وبيقول لك يعني شكل الصوره المفروض تحملها تكون بالشكل ده. بعد كده تعمل سيف وتخش على الجزئيه اللي بعدها اللي هو البيرسونال ميديكال، اللي هو الخاصه ب يعني التامين الطبي بتاعك، او مثلا لو عندك اي اعاقه، عندك اي مرض. فبيقول لك مثلا هنا على بتجاوب على الاسئله دي، هل عندك حساسيه من شيء، دايابيتس مثلا، مرض السكري، هيباتايتس مثلا، بتشوف بقى هل عندك حاجه من الاشياء دي. لو مش عندك اي مرض من الامراض دي او حساسيه او اي شيء، بتضغط على النوع على كله. تمام، وبتعمل سيف وبتخش على الجزء اللي بعده اللي هو البروبوزال فور ستادي، وده الجزئيه الاهم برضو في الابلكيشن، لانه بيتكلم عن مقالات النيه وخطه البحث بتاعتك اللي انت ناوي تعملها. تمام، يعني حضرتك في اول سؤال هنا بيتكلم، بيقول لك اتكلم عن فلسفتك في الحياه، وازاي يعني حياتك بتمشي او بتسير، او ازاي بتحمس نفسك. تمام، فهنا هو بيتكلم عن اتكلم عن فلسفتك في الحياه سواء في العمل او في الدراسه، يبقى انت بتكتب المقال ده. تمام، ومطلوب منك بحد اقصى 1600 كلمه، ده الحد الاقصى.
مثلا في السؤال التاني بيتكلم عن الموتيفيشن بتاعك، ليه عايز تنضم للمؤسسة دي اللي هي يو اس تي وعايز تدرس فيها، برضو تقول خطاب النية هنا، وتبدأ حضرتك بقى تجاوب على كل مقال من المقالات دي، وبعد كده تعمل سيف. تمام؟ طيب خلصت الجزء ده، تخش على الجزء اللي بعده اللي هو اخر سيكشن، ريكوايرد دوكيومنتس، اللي هو الاوراق المطلوبه منك انك تعمل لها سبميت. تمام؟ هنا زي ما كنا قلنا دي شهاده اللغه الانجليزيه، مطلوب منك تحطها هنا، ولكن طبعا لو مش معاك حاليا ممكن خلاص تسيب الجزء ده وتكمل عادي من الاوراق الاخرى، يعني هم مش شرطين انك لازم تحطها دلوقتي. تاني حاجه مطلوب منك اللي هي شهاده البكالوريوس بتاعتك. تمام؟ وكشف الدرجات للبكالوريوس. تضيف بقى اي اوراق اخرى لو انت مقدم للدكتوراه، دي في اوراق الماستر هتظهر لك كمان حاجه للماستر. لو انت مثلا، انا عشان اوريدي اخترت اللي انا عايز ادرس ماستر، فبالتالي ظهر لي مرحله البكالوريوس بس. لو انت اخترت في الابلكيشن سابقا في البيرسونال انفورميشن اخترت انك عايز تدرس دكتوراه، فيظهر لك هنا انك تحط كشف الدرجات للماستر وللبكالوريوس مع بعض. وهنا حضرتك بتحط مثلا لو عندك اي شهادات خبره في العمل او اي شيء برضو بتحطها هنا، وبتيجي تضغط على كلمة نيكست وبتخش على الجزء اللي بعده اللي هو اخر جزء اللي هو كونفيرميشن، انك خلاص بتاكد الابلكيشن بتاعك وهتعمل له سبميت. هنا بيراجع معاك البيانات بتاعتك تاني، بيقول لك دي البيانات بتاعتك، بص عليها مرة أخرى، كل دي البيانات. وبعد كده بتيجي في الآخر وتضغط على كلمة باي اند سبميت. طب إيه باي بقى اند سبميت؟ الابلكيشن ده تمام، أو التقديم للمنحة دي ليها رسوم لعملية التقديم. الرسوم دي هم ذاكرينها هنا $30. حضرتك بتيجي تضغط على كلمة باي اند سبميت وبتدفع ال $30، وبعد كده بيتم عمل سبميت للابلكيشن بتاعك. مش هيتم الابلكيشن بتاعك من غير دفع ال $30 للمنحه. تمام؟ ال $30 دي بس رسوم عشان تبين للجامعه انك شخص جاد في عمليه التقديم، مش شخص مثلا بيقدم وخلاص يعني مش مهتم، وانما بيتم التاكيد انك شخص مهتم في المنحه دي وعايز تقدم ليها. بتيجي تضغط بقى على كلمه بي اند سبميت، وبيفتح معاك عمليه بقى الدفع. وعندك هنا طريقتين للدفع، ممكن باي بال او في بنك تاني اسمه الكي جي، فبتدفع باي طريقه انت عايزها براحتك. تمام كده اوريدي شرحنا المنحه. صراحه المنحه دي ممتازه جدا. المرتب الشهري كمان هو يعتبر الاكثر حافز يخليك تقدم للمنحه دي. $1200 للماستر شهريا و $1600 للدكتوراه شهريا، يعني حاجه ممتازه جدا. فلو مهتمين بالمنحه دي اتمنى تقدموا ليها، لان اخر ميعاد للتقديم هو 18 مارس، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق والقبول فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.